جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من المملكة الأردنية الهاشمية تقول: أم البراء، أم البراء لها قضية تقول فيها: ماذا تفعل المرأة إذا كان لها زوج لا يصلي، مع العلم أنه يصوم شهر رمضان كاملا ويصلي صلاة العيدين والجمعة ويقوم بإخراج زكاة كاملة ولا يعمل شيئا منكرا أو مكروه، ويحب الخير لجميع الناس ويؤمن بالله ويخافه ويخشاه ويعامل زوجته معاملة حسنة وطيبة، مع العلم أنها نصحته أكثر من مرة ولجأت إلى من يعز عليه من الأصدقاء لنصحه، ولكنه يتكاسل عن الصلاة ولا يصليها باستمرار، وهي تصلي ولله الحمد وأولادها جميعا محافظون على الصلاة. هذه مصيبة عظيمة إذا كان قصدها أنه لا يصلي مع الجماعة ولكنه يؤدي الصلاة في بيته، فهذا يكون تاركا لواجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وعليها أن تنكر عليه وأن تنصحه. أما إذا كان لا يصلي بمعنى أنه يترك الصلاة نهائيا فهذا يعتبر كافرا، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، لا سيما إذا تكرر هذا منه وصار عادة له، وأنه لا يصلي إلا بعض الصلوات كالجمعة وبعض الصلوات، فإن صلاته غير صحيحة، لأنه إذا ترك بعض الصلوات لم تصح منه الصلوات التي يصليها، لأن الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا بد من المحافظة على جميع الصلوات، أما من كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها فهو كمن ترك الجميع، وهو كافر خارج من الملة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تصح منه الأعمال الأخرى، لا صيام رمضان ولا الصدقات ولا إيتاء الزكاة ولا غير ذلك من الأعمال، حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات الخمس، لأنها هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد قال من أركان الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه مسلم. وهذا حديث صحيح صريح في كفر تارك الصلاة، في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على كفر تارك الصلاة، نسأل الله العافية. فهذا إذا كان من هذا النوع فإنه كافر بالله عز وجل، ولا يجوز لك البقاء معه، لا يجوز لزوجته أن تبقى معه، الزوجة المسلمة لا يجوز أن تبقى مع زوج كافر، قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم.